هذا وتجاوز عدد الملقحين بالجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لكوفيد 19 تجاوز 1,934,000 شخص، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية أزيد من 22,759,000 شخص. أما بالنسبة لعدد الملقحين بالجرعة الأولى فقد تجاوز 24,456,000 شخص. في المقابل أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل حالتي وفاة جراء الفيروس خلال 24 ساعة الماضية، بينما سجلت 146 إصابة جديدة، فيما تعافى من الإصابة 351 شخصا خلال نفس الفترة.